والعنوان كما قدم ابننا معتصم رحلة إلى الدار الآخرة، وهذا العنوان مع أنه مشوق كعنوان لمحاضرة إلا أنه مخيف في مضمونه. هذا العنوان مخيف لأنه يا أخواننا هذه الرحلة سنمضي إليها جميعاً مجبرين، هذه ما رحلة اختيارية، أنت قد تختار في حياتك تمشي رحلات كثيرة جداً، رحلات للترفيه ورحلات لزيارة الأهل ورحلات للتجارة ورحلات في الدنيا دي كثيرة جداً أنت ممكن تمشي لها، لكن دي كلها رحلات اختيارية. أما هذه الرحلة التي نتكلم عنها هي الرحلة الوحيدة إجبارية، ما عندنا اختيار. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. في زول ما داير يمشي وما على كيفك، كان قلت ما داير ما على كيفك، هذه رحلة إجبارية لا بد تمشي. فنحن خلقنا في هذه الدنيا بغير اختيارنا، ونحيا في هذه الدنيا بغير اختيارنا، ونموت بغير اختيارنا، ونبعث بغير اختيارنا، ونلقى ربنا بغير اختيارنا. فإما بعد ذاك حياة تسر إلى جنات الخلد، وإما الجحيم، رحلة إجبارية. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. الكلام ده كله أنت ما عندك فيه اختيار، ستمضي في هذه الرحلة رغما عن أنفك. ماشيين كلنا، وقبالنا في ناس مشوا، في ناس راحوا كتار ومضوا في هذا الطريق، وفي النهاية يوم القيامة الناس فريقان. كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه يقوم الليل بآية واحدة حتى الصباح فيقرأ قوله تعالى فمنهم شقي وسعيد، ويسأل ربنا أنا من الشقي ولا من السعيد. فأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما شاء إلا ما شاء الله عطاء غير مجذوذ، عطاء في أي حاجة، أي نوع من أنواع النعيم، عطاء غير مجذوذ، ما منقوص، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. يعني ما في زول بيجي بيقول لك أنت ليه بتاكل كده؟ وانت ليه بتشرب كده؟ وانت ليه بتتمتع كده؟ ما في زول بيسألك. عطاء غير مجذوذ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وبالبغادي ديلك. وأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق
خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. رحلة نهاية مستقر لواحدة من دارين بس، ما في غيره تاني. هذه الخلاصة. أما الدنيا اللي احنا بنعيشها دي كلها، ربنا قال وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. متاع زايل بيمشي بتاني تلاتة ما بتعرفه. أرجى زول في الدنيا دي وأغنى زول ما يقدر ياخد صك بتاع الضمان إنه بعيش كم يوم، دي نافع باقي ليك؟ أرجل زول واعتزول في الدنيا دي مالا ولا جاها ولا سلطة، ما يقدر ياخد صك بتاع الضمان إنه يصبح لحد الصباح، دي باقي لك نافعة؟ وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. رايحة ما في أي شيء. ربنا ضرب لها مثل في القرآن، قال إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض البذور والحبوب في الواطة مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. ما دام أنت عرفت هذه الآية البعدية قال لك والله يدعو إلى دار السلام. دار السلام دي هناك، دي الجنة، ما هنا. هنا واط حجر موية بالكار شغلنا تعبان. دار السلام دي هناك، والله يدعو إلى دار السلام. دار السلام بجد دي قال لك الأبواب مفتحة، جنات عدن مفتحة لهم الأبواب يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف نسوان جميلات. في عين دي جميلة الحوراء، عين دي انت مش الجماعة دي المكسرين السفل، نسواننا ديل، نسواننا مش شايفين نتو ديل مكسرين يغنوا فيه نفتاع ما جايبين خبر. قالوا عندهم قاصرات الطرف ديك شدة ماء زولتك انت للنهاية قاصرة عليك بس ما عندها شغلة بزول تاني. أستيت في مكان في واحدة بتريدك في الواتساب بتكون خاشة معك بجاي وخاشة مع واحد تاني بغادي ومعادبة هنا. قال لك وعندهم قاصرات الطرف أتراب قدر بعض كلهم نعيم. ده نعيم الواحد لما زوجته تجي ماشي عليه من هناك يشوف النور فيحسب أن هذا ربه، ودي زوجته بس جاية وربنا يقول له ولدينا مزيد لسه تاني فيه جايينك، ويغنى لهم بأصوات جميلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن نصيفها على رأسها، الخمار الفوق رأسها ذاك خير من الدنيا وما فيها. ما تقول لي سوق ليبيا ولا تقول لي سوق مدرمان وفيه شغل ظريف يقول لك ده كوافير شنو، ما في ده كله. نصيفة خمارة ده في رأسها خير من الدنيا كلها، نسوان الطليان ونسوان ديل ديلك كمان نوع انت ما شفته هنا ذاته تمام. عن شغل المحلي ده في الدوري العالمي انت ما لقاك، شغل خطر جدا البر ذاك. ديلك كلهم بيخ مؤمن ورمؤمن كلهم، دي خمار الفراسة ده افضل من ده كله. والله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم. الرحله دي يا اخواننا نحن حنمشيها، عشان كده لابد نكون جاهزين لها كويس. عشان انت ماشي ماشي في النهايه. ربنا قال تلك الدار الاخره، ها لماشي لها نحن نجعلها اي الجنه للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا
والعاقبة للمتقين. انت لو دار تمشي عدل، الآية دي في آخر سورة القصص، ربنا قال لك نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. ربنا تكلم في سورة القصص دي جوا عن قصة اثنين، عن قصة فرعون. في أول الصورة قال إن فرعون علا في الأرض، ده كمان مجرم، وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، يذبح أولادهم لما ظاهر، يستحيي نساءهم، قالوا يعني خلين حيات، وقالوا يستحيي نساءهم معناه يعمل لهم الأشياء اللي بيستحوا منها. شو زل مجرم كيف؟ قال إنه كان من المفسدين. ربنا قال ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وتكلم فيها عن قصة قارون. قارون افترى، كبر على ربنا وعلى خلق ربنا. على ربنا لما شاف النعيم بتاعه قال إنما أوتيته على علم عندي، ما قال الله اداني، ده أنا بشطارتي وبفهمي وأنا تاجر وأنا كذا. ربنا أداه شيء عجيب، قال إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. دي من الكناية ومن البلاغة في القرآن. ربنا ما ورى خزائنه فيها شنو، ذهب وكذا، قال لك المفتاح بتاع الخزينة، قالوا بيجيبوا المراح بتاع البغلان ديل، البغل مراح ديل عشان يرفعوا فوق لنا المفاتيح بس. أزول لك أن شغال شنو ذاته، دي بس مفاتيح الخزن بتاعته. بعد ده جمارك على قوم مفتري كويس، ويتبختر عليهم الناس المساكين. في ناس طبعا دارين الدنيا، والمساكين النعدل ممكن الواحد لا يلقى دنيا ولا آخرة. والله تمر مرات تقابل الناس باقين على الدنيا دي بس والآخرة ما دارينها، لكن الدنيا دي رمات خشوم ما عندهم فيها. الدنيا لا دوم عندهم فيها حاجة. ساكن كنت أنا في حتة كده في الخرطوم، بجي مار ببيوت كده بتاعت نصارى، ما لحدة لا صلاة، لا يعرفوا الله، لا توحيد، لا أي شيء. والواحد فيهم بعاين في البيت مكسر ذاته، حوش ما في، وراكبين برا ومبشتنين وحر وضبان لام فيهم وكل ما في، وجعانين ومريسة مجدعين سكارة في الشارع. الواحد خلقته لا دنيا استمتع بها، وإن ماد على كده لا آخرة بلقى فيها حاجة، خسرانين ساي، لا دنيا لا آخرة. شفت كيف؟ فقارون جمار عليهم الناس المساكين، قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. كلمة ناس الدنيا. بعدين ربنا قال فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. جمعت الجبال وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له. الله بيديك ومرات يشيل منك، ويكأنه لا يفلح الكافرون. عشان كده يا ناس ربنا قال لك تلك الدار الآخرة، انت لو دايرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض. تما دار تعلو على عباد الله، ولا دار تعلو فوق منزلتك. النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، وهو خير من خلق الله. بعد يقول للصحابة إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. يقول لهم أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. الصحابة يجي داخل في المجلس ما يقبل واحد يجي يفلي على حيله، ده نبي كريم ربنا اصطفاه في كل شيء،
أفضل خلق الله في أي حاجة. بعد ده يدخل المجلس ما دار ذول يقف له على حال على حيل. انت هسه ابوك الشيخ ما شايف الناس بيخشوا لك كيف؟ تقلع الطاقية ها؟ وبعد ما قلعت طاقيتك تجي بارك للشيخ وتتذلل وتخضع لبشر زيك ليس له حول ولا قوة. زول ضعيف، بني آدم ضعيف، انت بتجي خاضع له ومكسور وذليل لأنه هما ماشي عديل. المشكلة مش فيك انت براك العملت الغلط، المشكلة فيه هو كيف يرضى يسترزل عباد الله ويزلهم. لا يرضى كده معناه ذاته فيه مشكلة. انت لو شيخ ماشي على الحق وافترض تخلي العباد يتذلوا لربنا مالك انت، وتأمر العباد انهم يدعوا ربنا ما يدعوك انت، وتأمر العباد انهم يلجوا الى الله مالك انت، لأن ربنا قال قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. عشان كده يا أخواننا نحن نعرف إن نجاتنا في هذا السبيل أولا الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. أي نوع من أنواع الفساد؟ زي ما ربنا قال وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ربنا قال ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. أي نوع من أنواع الفساد تبعد رقبتك عنه والعلو في الأرض. ربنا قال من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. الزول الدار الدنيا ده ربنا قال لك ممكن يديك ليها ممكن، لكن بعدين ما عندك حاجة تستوفي حقك في الدنيا دي كله. عشان كده العلماء قالوا الكافر ينعم في الدنيا بقدر الحسنات العملة. ما في كفار عندهم الحسنات بيعملوها، واحدين يجوا يجيبوا لهم بطاطين للناس المشردين ويجيبوا لهم رز ويعملوا لهم إسعاف ينغز الناس الجرحى ويعملوا مستشفيات يعالجوا ومستشفى خيري وشنو عندهم حسنات دي بيوافوا بها في الدنيا هنا، حتى إذا قابل ربنا بعدين يوم القيامة ما عنده أي حاجة ليس لهم قال في الآخرة شنو إلا النار وحبط ما صنعوا فيها. ما عنده أجر، أجر في حسناته دي ما عنده، وباطل ما كانوا يعملون. ربنا قال من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة. الكلام ده لك انت وده موضوعنا نحن ذاته. قال ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، بس ركزوا معي في الكلمة دي، قال وسعى لها سعيها. الآخرة دي عندها درب معين. الجماعة في الدنيا هنا بقول لك كل الطرق تؤدي لروما صح؟ الآخرة ما كل طريق بيؤدي لها. تمشي بالشارع ده تلقى في النهاية مكفول، والله تلقى مكفول تندم ندم. تخيل مشيت تب وجيت حصادك بعدين يوم القيامة اللي يقول لك لا الحصاد ده بتاعك ده ما ياهو شغل الدارين. عشان كده ابن عباس قال أخوف آية في كتاب الله، أكثر آية بتخوف شنو؟ قال وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. شغال في الدنيا دي، شغال عنده عمل كثير، على أول ما جاء يوم القيامة عشان يشيل الحصاد بتاع عمله بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ربنا قال وقدمنا إلى ما عملوا، لاحظ عملوا من عمل فجعلناه شنو
هباء منثورا. ما في أي حاجة، رايح ساي. ليه؟ لواحد من سببين. هنا في الآية بتاع سورة الإسراء قال وسعى لها سعيها في درب معين بودي الجنة، الباقي ما بودي. قبل ولدنا معتصم قرأ الآيات من سورة النساء، ربنا قال ومن يشاقق، مش كده؟ ومن يشاقق يعني شنو؟ بالدارجة كده. لو نقول لك الزلد شاقق يعني عمل شنو؟ بس الدرب العادي هذا بهنا ده الزلط، زلط عادي ماشي، يقوم ينزل من الزلط يخش بالحلة، ده مو شاقق. نحن هناك ناس خلا بنعرف، لما نكون دار تختصر الشارع ما بتمشي بالدرب بتاع النمرة، النمرة ما مسطرة، لو مشيت بالضرب كده مرب ربعتها بتفتر. يقول لك شاقق بالشيك كده بتصل سريع، لكن هنا ما شاقق ما في. في الآخرة هو عالشاقق درب واحد بس. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل منه مؤمنين، ديل منو المؤمنين؟ ديل الصحابة. الدرب ده مجية والدرب ده سالك، ما شو ناس قبالك ما مندل جاهز، أصلا ما بتحتاج تختبره ولا تجربه، تجربة هنا ماف ولا اختبار ماف، درب ما مندل جاهز. ما شوف ناس نجحوا في الدين وفي الدنيا أمشي وراهم بس انت بخليك تتلولو شنو؟ تقول لا لا، ولا بد من الحداثة والتطور، والدنيا دي ما زي زمان. يقول لك دار ترجعونا للعهد قبل 14 قرن يا زول، اوعد جرب لك شارع في النهاية ورطك كده يا اخوانا بالمنطق. اذا كان الطرق الثانية دي بتوصل لله، كل الطرق اللي انت شايفها في عينك، طرق بتاعت احزاب، طرق بتاعت جماعات، طرق بتاعت جمعيات، غيرك كلها، اي طريق غير حق النبي، اي طريق غير حق النبي صلى الله عليه وسلم، شايفه يتبع عينك. لو كان بيجوز، لو بيجوز كويس، وحق النبي طبعا اصلا بيجوز، انا كزول عاقل بمشي بالدرب حق النبي المضمون، ولا بمشي بباري لي درب تاني احتمال يكون ما ياهو؟ مش في احتمال زي ده؟ احتمال زي احتمال يكون ما ياهو، في داعي امشي بيه بتورط اقبط في المضمونه دي؟ يا اخي الدرب ده ما شبه صحابه، وانا بقرا في السيره يقول لك ابو بكر في الجنه، قطع شك ما في نقاش، في زول دار يختلف معاني ان ابو بكر في الجنه؟ في الجنه. عمر في الجنه. النبي صلى الله عليه وسلم راى رؤيا في النوم، قال رايت قصر، قصر عظيم جدا، وجنبه امراه تتوضا، فقلت لمن هذا القصر؟ ده جوا الجنة، ده كلام ده ما فيه تاني هنا نغاش. قلت لمن هذا؟ قيل هذا لعمر. لمن شاف المرأة جنبه النبي صلى الله عليه وسلم لمن غض بصره من المرأة ورجع، فقال خشيت من غيرة عمر، فبكى عمر رضي الله عنه، قال أعليك أغار يا رسول الله؟ مضمون جوا ذيل. بلال في الجنة، عمار بن ياسر في الجنة كويس، غيس بن شماس في الجنة ثابت، وغيره صحابة مضمون في الجنة. أمشي وراهم ولا أقول أجيب لي شغلة براي؟ تجيب لك تجانية؟ التجاني وين؟ أتحدى زول لسه يجي يقول لي ضمان قطع شك التجاني في الجنة، وينه؟ فيه؟ في آية؟ في حديث؟ ما في. لكن قطع الشك نحن عندنا الدرب المشوبيه الصحابة، أمهات المؤمنين خديجة وعائشة وزينب وسودة وحفصة، ده طريق بودي الجنة مجية جاهز بحديثه بالقرآن واضح، ده نمشي به. عشان كده ربنا قال وسعى لها شنو؟ سعيها. وبعدين قال وهو مؤمن. الإيمان، الجنة مكتوب عليها لا تدخلها إلا نفس مسلمة، ما في مشرك واحد ما فيها. النبي صلى الله عليه وسلم وصف باب الجنة قال إنما بين المصرعين من مصارع الجنة، دل الدفتين الدرجة تحت الباب البهيني والبهيني، قال كما بين مكة وهجر،
المسافة دي العلماء قدروها ب 400 كيلو. كبيرة ولا مي كبيرة؟ 400 كيلو مش مسافة كبيرة. قال وإنه يأتي عليه زمان وهو كضيض من الزحام. باب ده زحمة مزرقين مليان ناس. شوف الكبسة الزحمة دي كلها مشرك واحد ما فيها ولا واحد. يا ناس عشان كده نحن نحرص على كلمة وهو مؤمن. مفتاح الجنة هو التوحيد. انت دار تفتح؟ علام ابن القيم قال مفتاح الجنة التوحيد. والمفتاح ده عنده أسنان. أسنان دي بقية الفرائض. ربنا فارض على غير التوحيد 4 أركان للإسلام. انت مفتاحك التوحيد والأسنان بتاعتك دي فرائض الإسلام. تركب مفتاحك في أسنان تفتح تخش. مما تجي بدون توحيد انت مفتاح ما عندك. الأسنان دي اللي انت تدقهم في راسك فوق. انت ما عندك توحيد مفتاح ما عندك. كويس. الشغلة دي تنجضها بالتوحيد. وهو الفارق بينك وبين أي إنسان عنده شرك. ده اللي بيفرق بيناتكم. نوح عليه السلام ولده أكان بينافقه. بينافق قال العلماء. ما كان واضح معه. ولما جاء الطوفان والموية نزلت من السماء فوق وطلعت من الأرض وعلت السفينة فوق الجبال وهي تجري بهم في موج كالجبال. نوح نادى ولده يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. في فريقين، فريق بتاع مؤمنين جوا السفينة وفي كفار دل ترى برا. 2 وده له ولده. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. ما هو منافق. تلاحظ؟ ما قال له أنا ما معاكم. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. نوح عليه السلام قال له لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج. بعد ذاك ربنا بين له. نوح بقى يدعو ربنا عليه السلام. قال ربي إن ابني من أهلي. ما ربنا وعده أن أحمل فيها من كل زوجين 2 وأهلك ركبهم معاك. قال لي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. ربنا أنت وعدتني إنه أهلي بيطلعهم لي. ونوح كان يحسب أن ابنه معه. ربنا قال له إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. يا ناس بالله شوفوا التوحيد ده كيف. التوحيد يفرق بين الوالد وولده. انت ما تجي تقول لي احنا دا نلم الناس. تلمهم بشنو؟ بشرك؟ ما بتلموا. بشرك ما بتلموا الناس. تنظف العقيدة تمام. اي شرك حصل جوا الصف المسلم ده تنظف الشرك وتوقف الناس اقيفوا. في شرك هنا اما نظفنا ما نمشي قدام. النبي صلى الله عليه وسلم مارق لغزوة حنين. صحابة معاه في ناس آمنوا جداد يا دوب دخلوا الإسلام. أول ما مرقوا برا شافوا لهم شجرة خضراء كبيرة. الشجرة الخضراء دي المشركين بيشيلوا الأسلحة بتاعتهم بيعلقوها فيها. بيقولوا البركة بتنزل في الأسلحة وبينتصروا في المعركة. الناس الجداد من الصحابة لما شافوا المشهد ده قاموا قالوا شنو؟ قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط داري لنا شجرة نعلق فيها نحن ذاتنا. نعلق فيها سلاحنا عشان ننزله يكون فيها البركة نكاتل به. اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. أصلا كان الكلام ده قالوا لي جماعتك الليلة بتاعنا الخيمخيم ليل واللملمة. لا 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 الصف الإسلامي مشق الصف. يا زول صف فيه مشركين جوا ده ما بعزك ذاته منافع ذاته ده. ما تلملي مساي. نظف العقيدة. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لهم لا لك ده احنا بعد ما ننتم الآن الراهن القدامنا ده ونخلص من معركة حنين بعدك نجي راجعين نعالج. لا دي عقيدة تدعال جول قبل أي حاجة. النبي صلى الله عليه وسلم طوال وقفهم قال لهم قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا
إلها كما لهم آلهة. هم قالوا دارين شيء نتفرق بها. النبي قال لهم قلتوا دارين إله. شجرة إله. يا ناس شجرة شجرة. لا ده إله اسمه. ما اسمه شجرة. اسمه إله يعبد مع الله. نحن الليلة يا أخواننا القبب مغزغزة في بلدنا دي كلها. مغزغزة قبب. ديل شيخهم براهم. ديلاك فكيهم براهم. ديلاك عندهم بيان. شفت بيان ده معناه ما يقولون شيخ. ما يقولون شيخ. في واحد قال لهم الشيخ ده بيتسرب بيتحد بيجوكم بهناك. اعملوا لكم بيان في المحل ده. شيخ ما في وزاته. ها؟ يا ناس. ونحن ماشيين نقول لا 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 الأمة بتتصلح. وما في مشكلة. ما في مشكلة كيف النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم قلتم والذي نفسي بيدي كما قالت بني إسرائيل زيهم. اجعل لنا إلها كما لهم آلهة إنكم قوم تجهلون. هيا ناس ده كلام كبير وده لصحابة مع أنهم ما أشركوا بالله لكن لما قالوا هذه المقولة النبي صلى الله عليه وسلم راجع صحح المسار عشان الناس تمشي لقدام نظيفة وبالتالي نحن ماشيين لربنا هو يا ناس والله القبور دي مليانة ظلمة على أهلها قبور دي جوا مليانة ظلمة ومخيفة لو ما عندك علاقة نظيفة مع ربك بتتورط اسمع كلامي ده اديك لها بالبلدي القبر ده جوا ظلام والظلام ده جوا لو ركبوا مكيف ما بيحلك لو ربطوا لك فريون جوا ما بيحلك لو فتحوا لك طاقة لمصنع بتاع تلج ما بيحلك القبر ده جوا إلا تقابل ربك نظيف ويوم اللي سألوك الملكين جوا يقول لك من ربك الإجابة بعلاقتك بربك في الدنيا أنت في الشدائد كنت بتنده منه وبتنادي منه وعقيدتك في منه كان عقيدتك في الله بتمرق وإن عقيدتك في أي فكي والله تتورط اسمع الكلام ده كويس ده اللي بخارجك بعدين ربنا قال إلا من أتى الله بقلب سليم سليم ده كيف سليم ده نظيف في ربك فوق وانت تحيد نظيف ما عندك حد بتخاف منه إلا الله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال ما خاف أحد أحدا غير الله إلا لخلل في قلبه يومك تخاف من زول ها أعرف إنه في خلل في قلبك جوا ربنا قال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يريدك بخير فلا راد لفضله ربنا قال ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لا والله الله كان جايب لك خير الدنيا دي كلها كان بقت متلقياها وكذا بيديها الدنيا تشت مش ناس السودان ولا ناس فلان ولا علان الدنيا جت متلقياها وكذا الخير من الله بنزل قال وإن يريدك ها فلا بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم يا ناس نحن نستعدل في عقيدتنا أول حاجة وننظف العقيدة ولا فيها خوف ولا فيها مجاملة ولا فيها ملاوزة ولا فيها مداهنة لأحد نحن لو تنازلنا عن التوحيد ما عندنا حاجة بتلمنا تاني شوف المسلمين في الأرض من قعر الواطل بغادي لي قعر البهنة نحن بلمنا معاون التوحيد أكان فارقنا التوحيد ما فيش بلمنا معاون تاني يلمنا شنو يعني بتلمنا قبائل قبائل ما بتلمنا يا ناس نحن القاعدين هنا ده ممكن نطلع لنا 16 ولا 36 قبيلة قاعدة هنا في المجلس ده براو نحن لو قلنا قبلية الآن نتلمى والله ما نتلمى كله كله لو قلنا بعرقيات بنتلمى لو قلنا بأي رابط من الروابط ما بنتلمى بلمنا التوحيد الإيمان ده أول ما يملى القلب انت بتنسى أي حاجة تانية النبي صلى الله عليه وسلم في المجتمع الأول كان في من الصحابة من؟ كان في أبو بكر رضي الله عنه ده قرشي من أصل قريش ومن وسط قريش كويس؟ وفي بلال ده حبشي وفي سلمان ده فارسي فارس ده ناس إيران وبغادي الفرس وفي صهيب رومي الروم ده الطليان وناس ديلك ناس ميسي ولا اسمه شنو ديلك؟ ديل الروم من ذاتهم فهمت؟ ده من بيجاي وده من بهنا
ما بيناتهم في أي حاجة. ربنا قال إخوانا على سرر متقابلين. ده كده النظام. التوحيد هو اللي بيلم الناس، يجمع قلوبهم لحد ما الواحد منهم من الصحابة يجي يقول للتاني يا هنديل زوجاتي اثنين تعال اختار السمحة فين شيلها بتعجبك، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ده الناس اجتمعوا على الإيمان ويموتوا مع أخوانهم ده الموت. مصعب بن عمير غنيان، أمه غنيانة، دخل الإسلام بقى فقير ما عنده حاجة. جاء يوم معركة بدر لقى أخوه طوالي كان مشرك وسايق واحد من الأنصار أسره، طب قابضه ورابطه بحبل وجاريه. قام مصعب بن عمير اتلفت على الأنصاري قال له اشدد على هذا، ده ربط سمح، فإن له أما غنية، أمه مليانة قروش بتفديق. بعدين أخوه اتلفت عليه قال يا مصعب أنا أخوك، قال له لا بل هذا أخي، أخوي الأنصاري ده. قال لي إنت قال لهم أخوي. شوف التوحيد يا ناس. الناس دي لو انتبهت إلى درس التوحيد وهو الباب الأول في الإسلام أكان نحن تلمينا والفرقة بيناتنا دي كلها ما كان فيه المشاكل. ها لو احترمنا التوحيد يا أخي، زول أخوك في التوحيد وأخوك في العقيدة، تاني دي تعمل معه مشاكل في قبيلة، تعمل معه مشاكل في تراب وفي أرض وفي غيره ما بتعملها. لكن إحنا لما فقدنا التوحيد بقينا مسلمين بغير هوية، بقينا لا فين ساي واحد ما عارف عقيدته شنو ولا عارف قيمة هذه العقيدة، ما عارفنا. عشان كده يا ناس طريقنا إلى الجنة المفتاح بتاعنا هو التوحيد. نجدنا المفتاح تمام، نجي بعد ذاك للسنون بتاعته دي نظبطها كويس، صلاتنا، برنا لوالديننا كويس، صيامنا، الحج كان الله دق ريشات تمشي تحج، دي كلها السنون بتاعت المفتاح بتاعتك. تظبط سنونك دي تمام وتعتني بها ان شاء الله تكون قدام وعلى خطى النبي صلى الله عليه وسلم. انا اكتفي بهذا واقدم شيخ احمد كمل لنا، بارك الله فيكم وشكرا لكم تاني يا اخواننا كل الشباب اللي وقفوا وساعدوا في هذه المحاضرة وأعمامنا الكبار كلهم وأهل الحي والناس في اللجنة والشباب البر اللجنة كلهم جزاكم الله خير، ونسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا جميعا متعاونين على كلمة الحق، لأن ربنا قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أي شيء فيه منكر ما نتعاون عليه، أما عمل الخير والبر نتعاون عليه جميعا إن شاء الله. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.